أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من سلسلة ميد سبورت حصاد الأسبوع، ونبدأ بعرض أبرز العناوين. كارثة تهدد برشلونة في انطلاقة الليغا، ونجم الفريق السابق مهدد بالسجن لعشر سنوات، تكريم خاص لرونالدو، واللاعب يحطم رقما قياسيا جديدا، ميسي يتسبب في خسارة عامل لوظيفته، مهاجم ألمانيا يتسبب في طرد والديه من منزلهما، رسميا مورينيو في مهمة خاصة بالسعودية، PSG يحسم صفقة برتغالية ضخمة، والمفاجأة لويس إنريكي يفكر في الرحيل، نيمار يقترب من البارسا، وصندوق الاستثمار السعودي يحدد موعد انضمام صلاح، نيمار ومودريتش إلى دور روشن، والمزيد فابقوا معنا. قبل أن نواصل هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد ميد سبورت. كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. بلغت البطولة العربية للأندية المقامة على الأراضي السعودية مرحلة نصف النهائي، والتي شهدت تأهل الهلال بعد فوزه على الاتحاد في ربع النهائي ليلاقي الشباب بعد تغلبه على الوحدة الإماراتي، كما تأهل الشرطة العراقي بانتصاره على السد القطري ليواجه النصر الفائز بدوره على الرجاء. مونديال السيدات. في أستراليا ونيوزيلندا حيث تقام كأس العالم للسيدات، بلغت البطولة دور 16، والذي شهد تواجد سيدات المغرب كأول منتخب عربي يفعل ذلك، وتنتظره مواجهة أمام فرنسا، في حين خطفت منتخبات إسبانيا، هولندا، اليابان، السويد بطاقات العبور نحو ربع النهائي في انتظار باقي مواجهات ثمن النهائي. كارثة تهدد برشلونة في انطلاقة الليغا. وفقاً لشبكة ديفينسا سنترال، اتفق لابورتا في وقت سابق على بيع 16% من حقوق استوديوهات البارسا إلى صندوق استثمار ألماني مقابل 65 مليون يورو، علما بأن النادي كان قد أدرج هذه الصفقة في خطة الاستدامة التي قدمها لرابطة الليغا من أجل تسجيل عقود لاعبي الفريق الذين لم يدخلوا القائمة الرسمية حتى الآن، وأبرزهم غوندوغان، أراوخو، إينيغو مارتينيز وماركوس ألونزو. وأضاف المصدر نفسه أن الصفقة على وشك الانهيار الآن لأن الصندوق الألماني لا يثق في إدارة برشلونة، مشيرة إلى أن توابع هذا الأمر ستكون كارثية لأن اللاعبين غير المقيدين في رابطة الليغا يستطيعون الرحيل عن البارسا في بداية الدوري. منوعات. بعد مسيرة استمرت ل28 عام، أعلن بوفون اعتزاله بعمر 45، فيما أعلن ليفركوزن تمديد تعاقده مع ألونسو مدرب الفريق حتى 2026. وفي إنجلترا توج أرسنال بكأس الدرع الخيرية بعد فوزه على سيتي بركلات الترجيح ليحرمه من تحقيق السداسية التاريخية، وبهدفه من رأسية في فوز النصر على الاتحاد المنستيري بالبطولة العربية بلغ رصيد كريستيانو رونالدو من الأهداف بالرأس 145 هدفا ليحطم رقم الألماني جيرد مولر الذي سجل 144 هدفا برأسه. وعلى ذكر البرتغالي، احتفل ناديه الأم سبورتينغ لشبونة بالذكرى 20 لأول مشاركة للاعب مع الفريق من خلال إصدار قميصه 3 للموسم القادم بطبعة خاصة مهداة لصاروخ ماديرا مع وضع العلامة التجارية لكريستيانو CR7 على صدر القميص. وفي السعودية أعلنت المملكة تعيين البرتغالي مورينيو مدرب روما الحالي كعضو في مجلس إدارة أكاديمية مهدي الرياضية لمدة 3 سنوات، إلى جانب شخصيات أخرى، وهي الأكاديمية التي تأسست عام 2021 بهدف تنمية المواهب الرياضية وتطويرها في مختلف مناطق المملكة بالألعاب الفردية والجماعية. وفي إسبانيا، وعقب 15 جلسة استماع للبرازيلي داني ألفيش خلال 6 أشهر، أعلنت المحكمة العليا في برشلونة محاكمته بتهمة الاغتصاب الجنسي بعد الكشف الطبي والنفسي اللذين خضعت لهما الضحية، على أن تجري جلسة المحاكمة خلال أغسطس الحالي، حيث سيتم تطبيق عقوبة الاغتصاب الجنسي عليه، خاصة أن ما ذكره في التحقيقات لم يكن صحيحاً، وأنه أجبر الفتاة البالغة من العمر 23 عام على إقامة علاقة معه، وبات من المتوقع أن تتراوح مدة عقوبة نجم السامبا ما بين 4 و12 عام، بعد تعديل قانون العقوبات الجنائية في إسبانيا في وقت أكدت فيه بعض التقارير أنه قد يصدر حكم ضده بالسجن ل10 سنوات بالتحديد، وستلزمه المحكمة بدفع 150 ألف يورو كتعويض للضحية.
وفي أخبار أخرى، أبرم مانشستر يونايتد أضخم صفقة رعاية لقميص ناد في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك بتمديد الشراكة مع أديداس لمدة 10 سنوات إضافية مع الحصول على الأقل على 900 مليون جنيه استرليني. فيما قرر كلوب مدير ليفربول تنصيب الهولندي فان دايك كقائد جديد للفريق يليه أرنولد، بينما أثار تواجد صلاح في المركز الخامس تساؤلات الكثير. وعلى ذمة صحيفة ماركا، يفكر إنريكي في الرحيل عن سان جيرمان بعد أسابيع فقط من وصوله، وذلك بسبب الفوضى التي يعيشها النادي وعدم حسم الكثير من الملفات بينها ملف مبابي. وفي خضم الأخبار التي تحدثت مؤخراً عن نية بيريز الرحيل عن منصبه كرئيس لريال مدريد، خرج النادي ببيان رسمي ينفي فيه تلك الأخبار. وفي الأرجنتين، تسبب البرازيلي مارسيلو في إصابة مروعة للأرجنتيني لوسيانو سانشيز خلال مباراة بين فلومينينسي وأرجنتينوس جونيورز في كوبا ليبرتادوريس، مع تأكيدات بحاجة اللاعب من 10 إلى 12 شهراً للعلاج. كما تسبب ليونيل ميسي دون قصد في خسارة عامل نظافة بملعب إنتر ميامي لوظيفته، حيث استغل العامل تواجد البولغا أثناء فترة عمله واتجه لطلب توقيعه عند الحافلة، وبعد أن حصل عليه قام رجال الأمن بإبعاده قبل أن يتلقى قراراً بفصله من عمله، وهو ما تقبله العامل مؤكداً أن الأمر كان يستحق. إلى ألمانيا، ووفقاً لصحيفة بيلد، تسبب يوسوفا موكوكو نجم دورتموند في طرد والديه من الفيلا التي كانا يعيشان فيها بعد أن توقف عن دعمهما مالياً منذ فترة بسبب خلافات دبت مع والده، حيث تخطى المبلغ المتراكم على العائلة حاجز 500,000 يورو قيمة الأقساط المتأخرة، وحالياً يقيم والدا اللاعب في مركز تابع لإيواء اللاجئين في هامبورغ. جديد أخبار الانتقالات. بشكل رسمي، تعاقد روما مع الإسباني جولين جون كمعار من أكاديمية ريال مدريد، وأعلن اتحاد جدة ضم فابينيو من ليفربول، وحصل النصر على توقيع ساديو ماني من بايرن ميونخ، وخطف سان جيرمان ديمبلي من برشلونة بتفعيل الشرط الجزائي بعقده. كما تعاقد تشيلسي مع ليسلي أوكوشكو من رين، روبرت سانشيز من برايتون، وأكسيل دي ساسي من موناكو، فيما أعار برشلونة لاعبه الجديد جوليان أراوخو إلى لاس بالماس، وانتقل جوسكو غفارديول من لايبزيغ إلى مانشستر سيتي، راسموس هويلاند من أتلانتا إلى مانشستر يونايتد، دايتشي كامادا إلى لاتسيو. ولمتابعة تفاصيل هذه الصفقات كاملة، يمكنكم العودة لحلقات سابقة ضمن سلسلة الصفقات الرسمية مع انتظار أجزاء جديدة قادمة. أما عن باقي أخبار الميركاتو، أكدت صحيفة آس اتفاق إنتر ميلان على ضم مهاجم أكاديمية ريال مدريد هوغو هيومانيس البالغ 16 عام، كما أعلن فابريزيو رومانو توصل البي إس جي لاتفاق نهائي لضم غونسالو راموس من بينفيكا، في حين أفادت صحيفة ميرور بوجود اهتمام من أرسنال لضم نيمار، تزامنا مع ما جاء على لسان القطري مبخوت المري الذي يعمل سفيرا للليغا، وأكد أن البرازيلي سينتقل إلى برشلونة هذا الصيف، علما بأنه كان أول من أعلن أن ميسي اختار اللعب لإنتر ميامي. والختام مع ميركاتو الأندية السعودية، حيث أكد فابريزيو رومانو اتفاق الشباب مع البرازيلي ويليان لضمه، لكن لا يريد ناديه فولهام التخلي عنه. كما أكد رومانو تقدم الأهلي بعرض رسمي لضم زيلينسكي من نابولي واقترابه من ضم كيسي من برشلونة، مع تأكيدات أيضا بتوصله لاتفاق حول انتداب ماركوس يورينتي من أتلتيكو مدريد. وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير رودي غاليتي، يخطط صندوق الاستثمار السعودي منذ الآن لسوق الانتقالات القادمة لموسم 2024-2025، وحدد الأهداف الرئيسية من حيث اللاعبين للتفاوض معهم، وعلى رأسهم محمد صلاح، نيمار، مودريتش ودي بروين.